من السهوم. هذا كله عالم وهنا عالم ثاني. بسم الله، اليوم جايب لهم بيض يا ولد. بسم الله يا ربي، اللهم صل على محمد وآل محمد. عم بسم الله ما شاء الله، قنبلة الموسم. الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم الغوالي، حلقة جديدة قوية حيل حيل، يعني حيل بيها طير. مال 19 بعدنا ما دخلنا 19,000 أخو أخت، بس إن شاء الله تكفوها وراح ندخل على السريع. فجبت لكم طير عنيف، راح تشوفونه بهاي الحلقة. ما أحرق عليكم يا ولد. كل نقال أخوك اشترك، كل نقال من عمك اشترك، كل نقال واحد يمشي بشارع كتله وخذ نقاله واشترك. يعني وصل 100,000، كل شيء سووا أهم شيء وصل 100,000 يا ولد. جاني تعب الله شاهد. لايك اشتراك فعل زر الجرس، اشتراك فعل زر الجرس مرة أخرى. كافي كم لفتح. شوف هذول كلاوتش عليهم ملتمين شباب. هاي الجوردون بلو والفراولة والفراشة ملتمين على النمل، طلعوا هم ياكلوا النمل. النمل عليهم ملتم. شوف هسه هذا بالوسطك وجربوع مقتول، وخليت بالجربوع خشبة دشيته وعفته. فالنمل التم عليه وهسه هم اجوا فوق نباعه. هالكوردون بلو شلون ياكل النمل؟ اسمع هاي هم نعمه خوش، بكت يعوضونه من السمان. يعني دول اذا صار عندهم تبزير هسه، هالفراوله هم ياكل النمل والله. اذا صار عندهم تبزير يعني راح ياكلون النمل هواي. خوش خوش، هاي معلومه جيده هسه اكتشفتها. مساكم الله بالخير الغوالي، مثل ما جاي تشوفون بسم الله ما شاء الله. طيور مرتاحة بدون مبردة حاليا، كهرباء طافية ما تشون. الحمد لله شكر حركتهم، ما حد فاتح حلقة. صار له هاي مقدمين لهم منقوع الحلبة اخوان، فخلوا اروح اجيب لهم منقوع الحلبة. البارحة جهزته وغير لهم هذا الماي لان متوسخ، غيرت البارحة بالليل. هسه الساعة 2 الظهر يتغير وهكذا. هاي عيني خلصنا تنظيف. طبعا كنست المحمية فد مرة اخي، ما احب الوسخ، ما احب الوسخ. نشوف وساخة بسيطة قبل ننظف، يعني هو ما حد يحب الوسخ، بس اكو ناس تتحمل الوسخ، فانا لا احبه ولا اتحمل. المهم نظفت ونطيت من ماي. بالنسبة للحلبة ضفتها على الماي اخوان، ضفت شيء بسيط كلش. مثلا من هاي المشربية جاي اشرب بيها هسه الطير، هاي اضيف نص ربع الكمية مال الماي، يعني بس نكهة كلش بسيط. مو مثل بالشتاء، بالشتاء مرات تسويها نص بنص ويا الماي، الكمية مال منقوع الحلبة ويا الماي اللي اقدمه طبيعي، لان اخوان صيف يعني ما اريد اتعب الطيور. المهم دائما الماي، الماي كلش ضروري، وهذني هم مهمات بس يعني شيء بسيط. فهسه اخوان انطي اكل. طبعا لقيت الاكل ذاك بس غلاف ضال ما منتبه عليه، يعني بس الغلاف والدخن الاحمر اللي ما يحبونه. هسه راح اعطيهم اكل. هذول هنا لزوج بنقال مخلصين اكل شلع، مطشرينه طبعا مو ماكلينه، بس هو بعد هاي الطيور. ونشوف النواقص البقيه بعد، اسوي لي جوله كامله على الاكل والترتيبات. ولا زالت الكهرباء طافيه، وجاي اصب ماي من مكان من وجهي، يعني جزء ما مبين عندكم بالكاميرا، بس يا ولد حاره حاره. نغادر المحميه نخلي الطيور ترتاح. شباب فتحوا حلقهم هسه، والوضعيه كلش صارت مو زينه لان الكهرباء طولت، فجو حار دول راحوا لعشهم. يلا عوف الوادي متاخذ راحتها. شوف حبايب دول طبعا عودتهم عليه وجاي ياكلون، ما صورت لكم المراحل. هسه طلعتهم احس هذا جاي يسبح، شوفوه يريد يسبح. ما ادري خليه ماي مال سباحه، فانتظركم بالتعليقات. شباب اللي عنده خبره بالبلابل بيج عمر يعرف يسبح، خليه له ماي سباحه. صبحكم الله بالخير بتوقيتي اخوان. شوف عواصف 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 من السهوم. هذا كله عالم وهنا عالم ثاني. بسم الله، اليوم جايب لهم بيض يا ولد. بسم الله يا ربي، اللهم صل على محمد وآل محمد. عمي كان زمان زمان على هذا المنظر. يما فد ولا الله يما ويك لا تعضك دودة، انت شو منزلك يما فد 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 صغير كلش، هاش نزله ما يقرصن الدودات. يما صلوات على النبي، صلوات على النبي، هلا هلا هلا، صلوات على النبي وصلوات على النبي. يما فدوى المخرج شنو وضعه؟ زين الحمد لله والشكر يا ربي، ان شاء الله عدت المشكله اللي شقتنا شق ذاك الموسم كامل، بس الجو حار خطير. الله الله الله، تعال تعال نرجع للعش اخوان، بعد صغير مو ما يطلع.
الظاهر كلته الحر. تعال تعال ذني انا انسى صوركم يا هندامه. كون انت كون بعد نازلين ناس والله. شوف خان بس هذا شي رجع بعد، انا خاف من الدوت هذا النمر شلون رجع. عمو رجع مزقوق هو ما شاء الله. رجع عم اخوانك شنو لا تطلع طوالتك. روح تعايت النملة تترين هنا يا بروح روح. ايه هذا عباله موجته. يا ما في دول الله. لا 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 واحد من اخواننا مشمور وميت. يا يابه يا يابه الحلو ما يكمل. مسقوق طبعا طايح. شوف الزق ماله ما بيشي طايح من العش وما لقى تمهاته ما تدود ماكله. وخو السالفه والله. يلا الحمد لله وشكرا على كل حال. نعطيهم بيض لازم يعني كل فرحه لازم وياها حزن. سبحان الله ما اعرف بس انا فرحت بهذا الصغير منه فرح ضجت على هذا الصغير الميت الثاني. يعني ما ادري ما مقسوم انه نفرح بس يعني طولت حتى التماسكين جاي يضجون وياي يعني بصراحه يعني طولت يانا هاي السالفه مال المشاكل مال التبزير. احمد الله على كل حال. شو اريد اسوي يعني؟ تلاحظون هذا الحلو قبل فتره عرضت لي بيع بعد فان ما بيعه يعني ما شاء الله صار كلش حلو. وجهه بدا يصبغ احمر على ابوه بس هو ظهره اخضر على امه. بس الطير كلش صحه وعافيه حجم حلو راح اعوفه يعني اساول على ويزوج له الزرقاء الخضره. وحد ما حصل طيور زرق مرتبات خليني بزر عندي يلا طلع هاي الطيور. تعالوا نشوفكم المستوى اللي وصلوا له الفراخ مال البلابل. بسم الله ما شاء الله. شوفوا هون اخوان اليوم بالتمام والكمال 6 ايام. اليوم خميس انا جبتهم يوم الجمعه. تعال تعال تعالوا تعال تعال مرات يطلعون هنا يجون مرات ما يجون. تعال بلبل بس بوسي. تعال 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 هواي بالتعليقات قالوا لا تكض هنكاض وهذا يشلع قلبك الما ياكل وليش وكرت قوه اخوان حتى عودهن على التاكيل مال لانه ما كانوا يعرفون. يا اخي بس طير ذكي سبحان الله. هسه هذا ياكل يرجع بوحده للقفص يندر القفص يعني يختلف عن كوكتيل وهذولي. شوف هسه رد اجيبه ما يجي. على العموم هنا اصورهم وياكم وانا اكل بيهن. هاي البيض السلق انا اخليها مثل هذا شباب ساعه سيري لاك ساعه بيض سلق جاي انوعهم بس بهذول النوعين ما جاي اعطيهم اكثر. بس شوفوا الحجم اللي وصلوا له بسم الله ما شاء الله. ورق واضح عندكم صح؟ شوفوا حبايب هاي البيضه خليها حاليا الماي حار اكسر لي شويه واخلي اغطها بالماي انقحها واعطيها له قدام الكاميرا كذا وكذلك ايضا. ثم يا اخي بس لاك جاي توسخون يعني. تعال بسم الله تخلي لاخوك شوي. تعال 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 هاي كبيره ولا تقدر تبلعها انت؟ تقدر ولا ما تقدر؟ شوي ساعده بيها. ما قدر ما لم يستطع لم يستطع. تعال يلا هاك. وين صافن انت؟ يريد يطير هذا ما دام صافن. ايش هذا اللي جاي يموت اخوان الزغيرون يعني هو مو صغيرون زغر بعدين ما اعرف لان يعني هذا الكبير ياكل اكثر من عندي. وهاي اخوان بسم الله ما شاء الله كملتهم. اللي جاي يصير شباب هذا اللي براس الاسود صار اكبر من هذا الزغير اللي يمه. شوفوه هذا صعد فوق هسه اصغر من ذاك. شو حتى مبين يمكن عندكم بالذيل باعوا فرق بالذيل فرق مو كلش قوي بس هو يعني اكو فرق بسيط. تعال ولك تعال تعال سرسري تعال. مهم يجن اخوان واحدهن هذا ما جاي ياكل مثل ذاك هواي. هو صحته كل شيء ما بيها وتمام تمام بس الوعكه الصحيه اللي دخل بيها بذاك الفيديوين السابقات عفيه. شوف شوف سرسر يريد يروح القفص ماله. تعال 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 حبيبي تعال. اثرت عليه يمكن بس يعني صحته شفته شلون طار كل شيء ما بيه. عزيزي المباوع المشاهد المناظر المطالع المدحج الكريم يوم جديد. السلام عليكم. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على الحبيب المصطفى اخوان ما تخسرون شيء هو البركة. اجراءات جديدة وترتيبات جديدة وحبشكلات جديدة نبلش بيها من البنغالي. البنغالي يا شباب نكتشف شنو اكو شيء جديد هنا. ما اكو شيء جديد. اوكي زين هنا هل هناك يوجد شيء جديد؟ لا يوجد شيء جديد اصلا. مودع شيء شالنا وخلنا بس البيضه الاصطناعيه.
حيث شنو الاجراءات الاجراء اللي راح نسويه نرجعهن مكانهن حبايب القلب، نرجعهن مكانهن. ذني صعدن فوق وهذا القفص ينغسل غسلة الذين يعني شلون شخبارك فاهمين شلون، فالكذا والكذوات هاي تصعد وهاي ينطلع وينغسل. ليش انا قلت لكم ليش؟ لانه يا حبايب القلب جبت لكم طير الا قنبله تستاهلون، بالله الكريم تستاهلون على الدعم اللي جاي تسوونه. وصلنا لل 18,000 واحتمال نوصل 19 بين ما انا اصور هذا الفيديو او هاي الحلقه، فتدللون علي وان شاء الله نداريكم. هلا 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 يابا، هلا هلا دادا، هلا هلا اها اها اها. والله انتم مخبوصين ظلوا على هالوضعيه كلش ابد. انا يعني اوصيكم ابد لا تهدئون كلش، ظلوا طيروا هيك وربدوا هيك وتعالوا هيك. على العموم نرتب هاي السالفه وناخذهن وبعدين نشوفكم الطير شباب، منه يجهز الترتيبات كامله يجي الطير تشوفونه ان شاء الله. هذا هو الطير، عفوا اسمع ولك السرسري تلموه اخوان، طير جديد يوجع يوجع، بس انتم بس انتظروا لا تستعجلوا. نو 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 ولا كلمة ولا كلمة. أنا جدهم هسه ذولا أفراخ أفراخ، ولله الحمد والشكر يا رب العالمين، يا رب لك الحمد والشكر. فرج بعد صبر كبير ومعاناة كبيرة يا شباب، أنتم تدرون يعني. أما الغسل إلا مال الشركة، إلا مال الشركة، ما أقدر بعد يعني، هاي مو بيدي الشغلة، النظافة من الإيمان. صديقي المشاهد الكريم، مشربية أم الميت مول تقريبا، شوف المتروسة هاي استقبل بيها كل طير جديد، كنت استقبلها بالخل حاليا لا، هذا ماي يعني كنت اضيف خل على الماي هسه لا، خل ماي العفو وبطل المحمية حاليا انا روسول هذا الاردني، يعني هذا ثبت جدارته وكفاته وانتم شفتوه على البلبل الفرخ مال البلبل يعني ايش قد امن حتى على الافراخ تستقبل العلاج، انا اول مره اشوف فرخ يستقبل العلاج. على العموم هسه احنا هذا نطي لهم لانه الطيور اللي جدد جبتهم هسه يقولون وين هالطيور ما شوفني، عاد صبروا شباب صبروا اشوفكم يا يعني تدللون، بس غير اشوفكم هاي التفاصيل. اوه هواي هذا كلش هواي اخوان، هسه شوفوا هاي خاشوقه مال شاي مسح، هاي كميه همي هواي بعد شويه اخف منها، لا تا مو رحت كلش هاي عركه متعانده وياي، احنا طبعا جوعان لازم اعطيه اكل، بس هسه متيه بالضيف الجديد. شوفوا هاي الكمية كلش كافية اخوان، شوفوا يعني قطرة قطرة، خليها هنا نسوي لها كذا وكذلك ايضا والكذوات. مشربية ام الميت مول، ليش مقرب الكاميرا اخوان؟ لان المكان مو ملائم للتصوير الكامل، بس يعني وصلت لكم الفكرة. وهكذا شو نسوي هسه؟ نطبقها هكذا، رقعت كلها هكذا وهكذا. انا من باب الشغل اخوان، نقول هكذا من باب الشغل، مو عبالكم متكبر ومن دول الكذا والكذوات، تعرفون انتم ماكو داعمو تعرفون نعرفكم يا زين. هسه انا تعبت وانتم بعدكم ما حاطين لايك، يعني شنو تخسر اذا خليت لايك؟ جاي اذكرك على اللايك، ما حاط لايك خاطر هذا الاصبع النظيف المرتب المشكلم يعني كافي ذم كافي. لاحظ 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 عزيزي المتابع المعاين المناظر المشاهد المدحج يلا كافي مسختها هيثم، شو القضية؟ شوف يا ولد الترتيبات، خليت العش، خليت القفص مغسول ملوز تلويز، والشمس دقتها رتبتها ترتيب عدل. هسه نخلي الماكل ياهم، نخلي لهم اكل مال كناري، يمكن عرفتموه هن وين هن الطيور هيثم، دفضها من ثول حتى ثول والله العظيم حقكم. بس يا اخي عيش بمكاني، يعني تخلي علاج وتجيب هذا وتحداك وتغسل قفص وما ادري ايش وتوكل فلان ولا. والله يا ولدي راد لي 12 ايد نفرين ذن اليدين، مو بس انا ثلاث نفرات يلا يلحقون، يعني هواي سوالف
فهسه جاءت اللحظة المناسبة لكي نشاهد ونناظر وندحج ونبا ونعاين الطير الجديد. تعالوا بسم الله ما شاء الله قنبلة الموسم. اش بكم انتم هذول الخمسة؟ لا 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 الطير الجديد بوم. انه الجولدن فينيش الازرق يا حبايب القلب. بسم الله ما شاء الله صلوا على النبي محمد حتى الله يرزقكم الافضل منهم. وادعوا لي الله يرزقني لانه هم عانيت بهم. شفتوا انتم الطيور الماتت؟ فهاي النثيه مثل النثيه اللي عندي ذيك الزرقاء، وهذا الفحل ما لقيت احسن من هيك طيور بعد. راح تسالوني هيثم بيش مني انذني وكذا تفاصيل حبايب القلب. بيش هاي ارزاق عالم ما اقدر اعطيكم السعر، كلش اعتذر منكم لانه الولد قد يبيع لي انه بسعر ارخص او بسعر اغلى الله اعلم، الله شاهد ما اعرف. فامنيا تلقونه بسوق البصرة عند الولد حيدر، حيدر اللي صار محله كلش بالنص مالت المحلات. فهاي الطيور اكيد مستوردة، لذلك احنا نعرف نتعامل ويا المستورد. نثية وفحل وما شاء الله قدامكم عينكم صحة فول ترتيبات حسب الاصول. لا نطول بالحديث، الطيور كتلها العطش صار ساعة ونص ارتب وما مطيهم ماي قطية، خلينا ننقلهم للقفص. ما اريد اجهدهم وتعبهم، ظلوا ينادون ذيك الطيور اللي هناك ما ادري ايش اساعدهم. هم الجولدنات بس ما علينا خلينا نعطيهم كذا وكذا وقت نرتبهم. كافي كافي تعبناهم، بس ابداعتي عليك. شنو رايك طير ال 18000 يا 18 19؟ اذا متطور يعني يا اخي، واكب التطورات يا اخي. شو القضيه جايه؟ انسى والله شاهد يعذروني. طير 19 ما ادري ال 20 الله اعلم، لان بعد فيديو ثلاثه يلا ينزل. ف تستاهلون بالله الكريم، تستاهلون القوي والاقوى بعد. بسم الله ما شاء الله، خليت لها الخلطة وخليت لها جبتها مالت التوصيل مالت الكلس ما اعرف ايش، وخليت لهم الماي. فحل بدأ ياكل والنثية سوت راح تستكشف العش، فيمكن راح اخليهم مواد تعشيش. طبعا جبتهم من كل قفص متفرق يعني مو كانوا سوا، بس ان شاء الله يتأقلمون على جو المحمية والطيور تسوي لهم واهس بالاصوات، وان شاء الله نشوف خيرهم وراح اشوفكم تطورات. احب اسولف وياهم واقول لهم يا بس سايم عليكم الله لا تموتون مثل ذاك الفحل المات. يا رب ان شاء الله نشوف خيرهم ما يموتون يا رب العالمين، تعويضك يا رب. صار مثل كوكتيلات بالبدايه لما شفت الضيم مالهم، تتذكرون وياي القدماء يعني كانوا وياي بالمتابعات من كان عندي 1000 مشترك، يعني شفت الضيم بالكوكتيل. يلا بعدين ربك فرجها علي. لكل مجتهد نصيب، او لكل مجتهدين نصيب، لو مجتهدا ما ادري جماعه اللغه العربيه. اشوفوا بوردوا الخبر، شوفوا لي سلوك الفحل. طبعا هاي كلش طبيعي ومن الجينات وشغله ايجابيه جدا، لا شفتها صارت عندك بطبقه جديده. الفحل صعد فوق وما جاي يخليها تصعد على الملسم، لا خلاها شربت ماء ولا خلاها تاكل، ترى راح تموت. وين الشغله ايجابيه؟ والله اخوان حسب خبرتي يعني هذا الموضوع ما راح يطول تقريبا نص ساعه، ايش حد ما ترضخ للفحل النثيه يعني يفرض سيطرته وخلاص، بعدين يتناسقون ويصير بيناتهم توالف ويصير ان شاء الله الامور تمشي. لذلك هسه طلبت عندي انه اجيب لهم ماي سباحه، اجيب لهم مشربية وخلي بيها شويه خل، بحيث هم يشربوا من الخل والماي طيب الامور، شربوا من الانروسول طيب الامور خلاص. وهاي اخوان شفتوا قدامكم صار الوضع تقريبا لوز اللوزينه، حتى المشربيه هاي خليت لهم هاي كبيره وهاي المشربيه. اتذكر الجولدن الازرق، تذكرون اخوان بالعيد مات بعيد الفطر، تذكرونه مو؟ اللي متابعين ياي اول باول يتذكرون. يعني طير لقيناه لا سمي لا ضعيف لا يعني مضروب لا كل شيء ما بيه وميت. على الاغلب 90% ان اخوان ما يعرف يشرب من المشربيه، يجوز ميت من العطش، الله اعلم. فلذلك ضليت اخذ حيطه والحذر، اخلي لهم ماي نوعين حد ما يتعودون على الترتيبات، وان شاء الله بعد نشوف خيرهم، يتعودون يشربون طبيعي. هلا هلا اها اسمع 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 عليها وخالك في الملعب يا سبحان الخالق يا سبحان الخالق، ظل دقيها ناعم العزيز. ايش موجود بيئه تلقى الامور طيبه، المكان هذا وين مين جابان الزلمه، جبتهم من طيور شايف الضيم. ان شاء الله خير يا رب العالمين. اخوان هذا اللي بعد راح اسمع رايكم، لو يبقون هنا ونحاول نطلع منهم تبزير ونطلع بالمحميه
لو اطيرهم بالمحميه بعد اسبوع تقريبا او 15 يوم لحد ما نشوفهم صارت صحتهم حلوه، شنو رايكم؟ اذا تردون رايي انا عن نفسي بدي ابقيهم بهذا المكان، يعني بالمكان بالقفص هذا الامور طيبه، ونقول نطلع من عندهم انتاج اذا الله راد بكت الله يزقون ونشمر بالمحميه. فراح انتظر رايكم هم واشوف واخذ برايكم، لانه بصراحه القناه قناتكم والمحتوى لكم، وهاي الطيور اللي جاي اخسر واتعب واجيب، الله شاهد الهدف الرئيسي انه انتم تتونسون. كنت قبل مقتنع بالزيبرا الاحجام وبيها فلوس الحمد لله وشكر، والزايد من عندها اطلعه والحمد لله ماشي الامور، بس هاي الطيور والتنويع الباقي كله الله شاهد جبته على مودكم، لان بصراحه التفاعل والمشاهدات والمشاركات والناس تخلي لايكات والتعليقات، اهم شيء التعليقات الطيبه، الناس اللي ينتظرهم دقيقه دقيقه ايش قد هم ينتظرون الفيديو ينزل، والله العظيم انا انتظر التعليقات اشوفها حبيبي، الله شاهد. فتستاهلون، تستاهلون التنويع، ولا تقصرون انتم، زيدوا وان شاء الله هدفنا الاساسي نوصل ل100,000 يا بحلم حلم ان شاء الله يتحقق. حبايب القلب، هذا المستوى بعد يومين تقريبا من الفيديو السابق، يعني جاي اصوركم اول باول، طبعا صورت ونسيت اخليه باول فيديو من جبتهم. اخوان هذا السلاك جبته بيوم وجبتهم، بس شنو العصر الصبح لقيتهم معزين، بس جبت لهم العصر، هذا من شركه فلاي، هذا سلاك ممتاز وقدامكم شوفوا عافيه الطيور، بعد تحول ما شاء الله بالحجم والشكل، والصبغه بدت تطلع، طلع المريش الاسود هذا اللحيه، واضح يمكن انه مو واضح، والحمد لله وشكرا على صحتهم. ناس تقول لي جيب لهم قبابي، الا قبابي، ناس تقول لي البيض مو زين، هاي على هذا السريلاك والبيض، وهم البيض قطعته صار لي يومين تقريبا، فحبيت اصور لكم اياها لانه بالفيديوهات السابقه ما مصوره، انا عبالي مصوره هذا المنتج ونسيته. طبعا حناطه ما ياكل من عنده، وهذا قافل علي ما يريد ينفطم، حاولت ياردته فطمه ما انفطم، يعني صار تقريبا اسبوع ما جاي ينفطم من كتله الجوع كلش، وانا قلبي يرجع ارجع عليه واكله.